تذكر المره الماضيه بدينا نحكي عن conditional probability ورمزنا conditional probability هي probability of a given b يعني ايش probability انه a تصير given انه b صار وهاي بتساوي probability of a and b مقسومه على probability فلو احنا جينا على events على two events ولو كان عندي هذا هون a هذا ب هلا نتطلع على من النظر لهذا الشكل هل بنعتقد انه events A و B dependent ولا independent هل هم dependent ولا independent حتى نعرف ايش بدنا نفكر logically بنقول اذا B A كان له probability قبل ما نعرف انه B صار او ما صار مزبوط لما صار B هل تغيرت probability تبعت A لما بي بيصير ايش بيصير اليونيفرسال سيت عندي ايش كان اليونيفرسال سيت قبل ما يصير بي كل هاي مزبوط مش هذه يو مزبوط ايش كان احتمال اي بالنسبه ليو بالنسبه لليونيفرسال سيت قبل ما نعرف انه بي صار او ما صار كانت المساحه هاي تبعت اي على مساحه المستطيل مزبوط طيب اذا هلا صار بي شو صارت اليونيفرسال سيت لما صار بي شو صار العالم كله؟ خلص صارت بي مش هيك؟ فهذا بطل مسموح برا، وين صار العالم كله؟ بي، شو ضل ايه منه؟ شو ضل ايه؟ بس القطعة الصغيرة هاي، إذا شو بنتوقع؟ هل ايش صارت فرص ايه؟ نزلت زادت ولا قلت؟ ولا ضلت نفسها؟ قلت إذا هل ايه وبي ديبندنت؟ لأنه لما صار بي نزل البروبابيلتي تبعت ايه ضعف البروبابيلتي تبعت ايه بشكل كبير. طب نتطلع هون. هاي عندي ايه وبي، هل نعتقد إنه ايه وبي ديبندنت؟ خلي فكروا بالسؤال ايش كانت البروبابيلتي تبعت ايه قبلها اول ما بدينا ايه على كل هذا مش هيك طيب افرضوا صار بي وين صارت اليونيفرسال سيت الان وين صار العالم تبعي هو بي هل ايه بيحصل داخل بي هل بيصير لا اذا هل تغيرت البروبابيلتي تبعت ايه بعد ما صار بي بطل عنده فرص بالمره ايه لما صار بي لما بي حصلت وصارت ايه ممكن يصير مستحيل يصير هل ممكن يصير ايه هذول بنسميهم mutually exclusive هذول اسمهم mutually exclusive to exclude ايش يعني يمنع الشيء الثاني انه يصير فهون احنا عمالنا بنقول اذا صارت b a لا يمكن انها تصير واذا صارت a لا يمكن b انها تصير نطلع على هذا هون الحدث اللي هون نطلعوا عليه هذا a وb نفسهم دائرتين مرتبطين فوق بعض قبل ما تصير b ايش كانت فرصه a انها تصير ايه على المستطيل مظبوط طب لما صارت بي شو صار العالم عندي اليونيفرسال سيت شو صارت هاي طب وايه اذا ايش صارت فرصه ايه 100% واحد مش هيك فهذول ميوتشوالي انكلوسيف هل هم ديبندنت هل هذول ديبندنت هل هذول ديبندنت هل هذول ديبندنت ايش التعريف انه يكونوا تو ايفنتس ديبندنت ولا ما ولا اندبندنت اذا الثاني صار او اذا واحد منهم صار بتتغير البروبابيلتي تبعت الاول طب اذا الاندبندنت ايفنتس ايش اذا واحد صار ما تتغير البروبابيلتي تبعت الثاني بضلها نفسها بس اذا اعطيكم مثال تتذكر اعطيكم مثال المره الماضيه لو جيت حكيت لك ايش اسمك انت عمر جيت حكيت لعمر قلت له في طالب اسمه محمد حسام عبد الله في كلية الشريعة في قسم أصول الدين ما بتعرفه بتعرفه حياته بتأثر على حياتك إيش احتمال إنك أنت تيجي بكرة على الجامعة مش بكرة يوم الأحد أعطيني رقم واحد ماشي لو أنا جيت قلت لك إنه احتمال إنه يجي إنه ساري عبد الله راح يجي يوم الأحد قديش تتغير البروبابيلتي تبعتك ما تتغير مش هيك بس هل ممكن تيجي وأنتوا الاثنين يوم الأحد وممكن أنت تيجي وهو ما يجي ممكن هو يجي وانت ما تيجي وممكن الاثنين ما تيجوا اذا انت ديبندز ايفنتس اندبندنت اندبندنت مش معناها ميوتشوال اكسكلوسيف يعني لو كانوا ميوتشوال اكسكلوسيف يعني حضوره اذا هو حضر هذاك لا يمكن يحضر وميوتشوال انكلوسيف اذا واحد حضر الثاني بيحضر هذول صاروا اندبندنت اذا حتى نرسم الاندبندنت ايفنتس هذول كلهم ديبندنت كلهم ديبندنت لانه احتمال ايه يتغير اذا صار بي او ما صار بي إذا A conditional بيعتمد على B. في علاقة ما بين A و B. لكن اطلعوا هاي الرسمة بدي أحاول أرسمها بشكل صعب هلا أنا أرسمها بشكل واضح بس راح أحاول أحط شوية أرقام.
راح احط ايه قديش تقريبا مساحه ايه من المساحه الكليه؟ خلينا نفترض انها بوينت 0.25. ايش رايكم؟ مقبوله 0.25 مساحه هاي للمساحه الكليه. وراح ارسم بي بحيث انه هاي المساحه بالنسبه لبي هي 0.25. فاهمين شو اللي رسمته؟ هذه ايه وهاي بي. مساحه ايه الدائره لمساحه المستطيل ربع، ومساحة القطعة الصغيرة هاي اللي موجودة هون على بي ربع. إذا ما صارت بي هي إيه أول شيء قبل ما نعرف إنه بي صارت ولا ما صارت؟ إذا إيه إيش احتمال إنه إيه تصير؟ ربع. مش هيك مزبوط؟ طيب إذا بي صارت قديش احتمال إنه إيه تصير؟ ربع. إذا هل إيه وبي ديبندنت ولا إندبندنت؟ بس ممكن يصيروا مع بعض التنين؟ ممكن هو وياه يجوا، الطالبين يجوا. ممكن واحد يجي وما يجيش، ما بتأثرش فيه. مش معنى انه التنين اندبندنت انه ما بيمكن يصيروا بنفس الوقت. اذا التنين ما بيصير يصيروا بنفس الوقت معناها هم هايلي ديبندنت، فيري ديبندنت، مش هيك؟ لما احنا بنقول اذا شيء صار الثاني ما بيصير، مش هدول ديبندنت؟ فيري ديبندنت اللي هم ميوتشولي اكسكلوسيف. او هايلي ديبندنت بس بالعكس ايش يعني؟ ميوتشولي انكلوسيف، يعني اذا صار واحد منهم لازم الثاني يصير. او بتصير بتتحسن الفرص او بتسوء الفرص. وتذكر المثال اللي حكيتك عنه لو مهندسين زميلين خريجين. واحد منهم قال الاثنين اتفقوا، إذا واحد منهم تعين بالشركة راح يساعد الثاني. إذا إيش راح تصير فرص الأول إذا الثاني تعين؟ راح تقل ولا تضلها زيها ولا تزيد؟ راح تزيد، إذا هدول ديبندنت ايفنتس، مظبوط؟ أو إذا المهندسين مثلا ما بدهم يشتغلوا مع بعض. فحلف كل واحد منهم راح يخرب على الثاني بالشركة، مش راح يقدر يمنعه. نفس الشيء إيش بيصير إذا تعين واحد منهم؟ الثاني إيش فرصه راح يصير فيها؟ راح تقل. هل ديبندنت؟ ديبندنت. مهندسين ما بيعرفوا بعض ولا لهم أي علاقة ببعض. ايش احتمال انه الاول يتعين اذا الثاني تعين بالشركه؟ بتغير؟ لا. بس ممكن يتعينوا الاثنين؟ ممكن. ماشي واضحه؟ اذا هاي الاحتمالات هون. نعم. كانت مساحه التقاطع اكثر من ربع. هاي؟ تمام. يعني شو صار بالفرص ايه؟ زادت. تحسنت، اذا هل هم ديبندنت؟ تمام. اللي هي هلا هون رح نرسمها، رح ارسمها بهذا الشكل. رح احط ايه واخليهم يتقاطعوا كثير بس مش كامله. هذا اللي انت بتسال عنه مظبوط. وهي ايه وهي بي. مساحه ايه هلا يمكن انا كان لازم ارسمهم اصغرهم شوي عشان يكونوا اوضح من هيك. خلينا اصغر الدوائر. رح ارسم دائره زي هيك، والدائره الثانيه رح اخليها تقريبا متقاطعه الا شوي صغيره. قديش مساحه ايه بالاول كانت الدائره هاي على المستطيل؟ قديش صارت احتمالات ايه اذا صار بي؟ صارت هاي المنطقه كلها على بي اللي هي كبيره تقريبا يمكن حوالي 70-80%. اذا فرص ايه تحسنت. ونفس الشيء بالنسبه لبي، كل اللي حكينا من ايه لبي بنفس اللي هو بصير لبي لاي. اذا هون صارت ايه ايش احتمالات بي صارت؟ واذا هون صارت ايه ايش احتمالات بي صارت؟ واحد. واذا هون صارت ايه شو احتمالات بي نزلت؟ قلت، مش هيك؟ وهون اذا صارت ايه شو صار باحتمالات بي؟ زادت. اوكي؟ اذا هذول كلهم الاربعه كونديشنال ديبندنت. لكن هون بالحالة هاي، فلاحظوا هلا ركز على هذا المثال. احنا بنقول هون probability of A and B. هلا نرجع لمثال الطالبين هنا، شو احتمال انهم التنين؟ إذا كل واحد منهم احتمال يجي يوم الأحد 0.7، إيش احتمال انهم التنين يجي يوم الأحد؟ 0.7 في 0.7. ما فيش واحدة منهم تعتمد على الثانية، مضبوط؟ إذا هون عندي بالحالة هاي probability of A and B بتساوي probability of A في probability of B. probability of A مضروبة في probability of B. فلو كان عندي هلا هون هلا هاي 0.25 بتصير عندي هلا اذا صارت 0.25 في 0.25 شو بتصير هاي المساحة اللي موجودة هون؟ احتمال الاثنين يصيروا بتصير 0.25 في 0.25 لأنهم independent. لكن إذا كانوا الايفنتس ديبندنت، لاحظوا شو بصير عندي. نضرب هاي في هاي، شو بصير هون؟ بصير probability of A and B تساوي probability of A given B في probability of B. طلع هذا الشكل من هون وطلع هذا الشكل من هون، شو بيختلفوا الاثنين عن بعض؟ طبعا هاي كمان تساوي probability of B given A في probability of B. طلع اول شيء على هذا، هذول الاثنين independent. احتمال انه يصير A and B هو خلص هم اندبندنت من بعض، فاحتمال الاول مضروب في احتمال الثاني.
لكن هون هذول الاثنين ديبندنت، فبصير عندي probability of A given B. هو الأحسن كان إني أعكسهم، خليني أعكسهم عشان تفهمهم بشكل أوضح أحسن. راح أحطهم بهذا الشكل، راح أحط probability of A given B هي probability of A مضروب في probability of B given A، وتساوي probability of B. هلا أنا بدي أجي أضرب في probability of A، بس إيش بتذكر إنه إيش؟ إنه ممكن B يكون صار، فأقول probability of A given. هذول نفس المعادلة هذه. ماشي واضح من هون؟ هلا لو رجعت هون انا قلت لك انه هم اصلا ديبندنت، اصلا الاندبندنت، بترجع هاي الفورمولا هي الحاله الخاصه اللي موجوده هون، بس الحاله العامه هي هاي. يعني لو اخذنا مجموعه ايفنتس هنا، لو قلنا ايش probability of A and B and C، ايش احتمال الثلاث ايفنتس يصيروا؟ وممكن يكونوا كلهم ديبندنت، بصير probability of A. هلا باش probability of B given مين اللي صار؟ A، في probability of C given B. Okay. probability of A مضروب في probability of B، بس نتذكر هلا انه صار، انه ممكن تكون صارت A، فصارت probability of B given A مضروبه في probability of C given B A. اذا كانوا independent راح يرجع هذا probability of A في probability of B في probability of C. اذا events independent probability of، خلينا نحطها هون، خلينا هاي المعادله نحطها هون، probability of A and B and C تساوي probability of A في probability of B given A probability of C given A. لكن independent events probability of A given B بتساوي probability of A. ما تغيرت، تغيرت لأنهم independent. probability of A given B بقول لك أنا B، ولا شو اللي في B، probability إنه أنا أسير هو نفسه بغض النظر صار بي ولا ما صار بي، بس هدول independent events، هدول independent events. إحنا كل شغلنا في البيزيان ريزنينج بعتمد على conditional probabilities، في ارتباط بين الايفنتس. الايفنت إذا صار بعتمد على الايفنت بعتمد على ايفنت تاني، فبهمني إني أربط الأحداث في بعض. كل فاهم هاي في أسئلة عليها؟